هناك طرق متعددة لمعرفة خبر اليوم، ولكن تكفيك ضغطة واحدة لمعرفة الخبر. مشاهدي الكرام، مساكم الله بالخير. حلقة اليوم مميزة، واللي نعمل إن شاء الله بأنها تكون مميزة بفقراتها وبتقاريرها أيضا. إحنا أنا وخالد نقول لكم الحق ما تلعب، واقع 10 وغال باكر بتبدأ البطولة. كل اللي يترقب يعني هذه اللحظات. اليوم حديثنا جدا شيق، لكن هذه يعني ملتقيات تساعد على تغريب وجهات النظر وتبادل الخبرات أيضا. ترحيب تشوفونا إن شاء الله من الأحد إلى الخميس مباشر الساعة 7 قبل العشاء.